وبالعودة إلى رئيس لجنة مكافحة كورونا من مدينة الزاوية عبر استديوهاتنا من الزاوية الدكتور خليفة المبروك. دكتور خليفة مساء الخير. بداية لو وضعتنا في صورة الوضع الوبائي في مدينة الزاوية خصوصا وفي ليبيا عموما. مساء الخير أخي الفاضل وتحية ليك ولمشاهدينك بقناة الطواناصح المؤقرة. الوضع الوبائي طبعا متزايد عالميا ومتزايد داخل ليبيا وداخل جميع المدن، موجود داخل إصابات. الوضع الوبائي طبعا العالمي الآن تم تسجيل حوالي 36,557,000 إصابة. في ليبيا الآن تعدى الحاجز 40,292 إصابة. الحالات النشطة منها 16,546. الوفيات وصل العدد إلى 616 حالة، حالة وفاة داخل ليبيا بالكامل. الوضع الوبائي طبعا داخل مدينة الزاوية تم تسجيل اليوم اللي هو 16 حالة جديدة مصابة بوباء كورونا وخمس حالات مخالطة، والزاوية الغرب حالة واحدة جديدة. ويوميا طبعا الحالات بدأت تتزايد، يعني اليوم حوالي 779 إصابة على مستوى ليبيا بالكامل، كانت فيها النصيب الأكثر طبعا لمدينة طرابلس. أيوة. ألو. دكتور خليفة، يعني كان العدد قد تجاوز الألف في عموم ليبيا في بعض الأيام، اليوم العدد ما يقارب 700 وهو تحت الألف، يعني هل هذا مؤشر على انخفاض ربما في عدد الإصابات بشكل عام؟ لا لا، المقارنة بعدد العينات المتخذة اليوم كان أقل شوية طبعا العينات المتخذة، لأن اعتمد الفترة الأخيرة إلا عن طريق الحالات المصابة اللي تجي تابع للمراكز الرصد والتقصي، إلا الحالات المصابة نتيجة الازدحام والاكتظاظ البشري اللي موجود على الاستجابة السريعة، يعني فرق التقصي والاستجابة السريعة. كل ما يتزيد أخذ العينات كل ما تزيد النسبة. طبعا احنا في البدايه كان في اتخاذ اجراءات وكان في الناس خايفه شويه من وضع الكورونا، لكن حاليا يعني تعدت مرحله الخوف وبدا الاختلاط عادي جدا، وفتحت صالات الافراح اغلبها فاتحه، المقاهي مفتوحه، حتى مقاهي الرجيله رجعت الى العمل، والناس مش محافظه اصلا على الاشتراطات الصحيه المفترضة اللي قائمة بها اللجنة الاستشارية العليا أو مكافحة الأمراض، اللي هي لبس الكمامة واتخاذ المسافات القانونية وعدم الاختلاط. هذا كل الناس بدأت تتباعد عليه، ومن هنا تلقى العدد شني يوميا في تزايد يعني. نعم، إذا ما زال هناك ما يشير إلى المخاوف، ربما إلى ارتفاع المخاوف، لأن انخفاض الإصابات هو مرتبط أساسا بعدد الحالات التي تم فحصها، بعدد الحالات أو العينات المتخذة من فرق الرصد والاستجابة السريعة. كل ما يزيد عدد العينات كل ما تزيد عدد الإصابات طبعا موجودة، هذه مرتبطة بها ارتباط مباشر ظهور الحالات. ولكن زيادة الحالات طبعا نتيجة شنو؟ الاختلاط وعدم اللامبالاة. يعني احنا بدينا ان اغلب الناس انها مش مرتدية الكمامة، مش محافظة على، وحاليا تو بعد فتح المساجد يعني فيه اشتراطات المفروض وضعت، المفروض يجب التقيد بها من الناس، وهذه فرصة كويسة باش حتى تستمر الصلاة داخل المساجد. نعلمهم ان الصلاة مشروطة طبعا بعدة اشتراطات صحية، منها يعني اي شخص يشعر مثلا بحراره، يشعر مثلا بزكام، حتى لو كان زكام عادي يعني هو يتوقع ان زكام عادي او برد عاديه المفروض، وكبار السن اللي عندهم امراض مزمنه والاطفال دون السن ال 15 المفروض ما يبعدوا الفتره هذه على المساجد، ويقتصر الصلاه على الناس البالغه الداركه اللي حاضر يجيب كمامه معاه ويتبع الارشادات اللي موجوده داخل المسجد، وهي منها شرطين اساسيات: وضع الكمامه والمسافه. يعني لا يعني موجوده داخل المساجد وضعت علامات اللي هي المفروض كل واحد ما يخالفش العلامه وما يوقفش في مكان داخل ما فيش علامه، والوضوء طبعا يكون في المنزل ما يكونش داخل المسجد باش ما تكونش نقل العدوى داخل الحمامات او غيره.
نعم. إذا دكتور، أنتم ككادر طبي وكلجان مكافحة الوباء سواء في المدن أو في عموم ليبيا، ما زلتم تطالبون بالمزيد من التمسك أو الأخذ بالإجراءات والتعليمات التي أصدرتها وزارة الصحة ولجان مكافحة كورونا، ما زلتم تطالبون بالمزيد من الالتزام من المواطنين؟ طبعا لو ما تمتش هذه الاشتراطات يزداد الوباء، نظرا للسعة السريرية طبعا اللي موجودة لدينا في ليبيا كاملة. يعني في أغلب الأوقات تلقى مراكز العزل كاملة ما فيش سرير فيها، والأمر يعني مهما تكون مراكز العزل عندها سعة استيعابية سريرية بسيطة جدا بمقارنة لعدد السكان. لو كثرت الإصابات حنوصل لوصلات الدول الأوروبية في بداية الإصابة، أن في بعض الناس تموت داخل المنازل وما تلقاش من يسعفها ولا يقدم لها حتى خدمات علاجية. هنا الحذر والحيطة، أن احنا لازم نتفادوا المرض بالاحتياطات والاشتراطات الصحية، هي مهمة جدا يعني للتفادي هذا المرض وتعدي هذه الأزمة التي لو كان في يعني لو احنا واعيين ولو كل الشعب الليبي إنه واعي ويكون متبع الاشتراطات الصحية لنكونوا نطلعوا منها بإذن الله بأقل الخسائر الممكن.